اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ايه اهم الاخبار على السوشيال ميديا اللي بتخص النادي الاهلي، ونبتدي باليوم السابع، وده طبعا من خلال ترند الاهلي. اليوم السابع حسابه الرسمي على تويتر قالوا ان الاهلي يبدا الاستعداد للموسم الجديد 6 سبتمبر ببرنامج الجيم. اكيد هيبقى في شكل تدريجي للاستعداد للموسم الجديد. احنا عارفين الموسم هيبتدي يوم 16/10 واحنا بنتكلم على الدوري المصري، لكن بخصوص بطوله افريقيا هنبتدي ماتشين بتوعنا في اول شهر 10، فبالتالي من المنتظر الاستعداد يكون طبعا قوي جدا باحمال بدنيه بشكل تدريجي، تدريبات مختلفه ومتنوعه ومهمه جدا، وبالتالي ان فتره الاعداد دي هتشهد عوده عدد من اللاعبين المهمين جدا اللي كانوا واخدين راحه واللي كانوا في اشد الحاجه للراحه دي، اللي هو محمد الشناوي بقى وعلي معلول وقفشه وحمدي فتحي والسوليه وياسر ابراهيم وديانج وناس كتير ومحمد هاني، في ناس كتير وشريف كمان، وعندك حسين الشحات ان شاء الله رجع من الاصابه، عندك طاهر كمان رجع من الاصابه، ففي عدد من العناصر. وبالمناسبه بيرسي تاو لعيب مهم جدا جدا، لو استمر مع النادي الاهلي باذن الله هيكون اضافه في الموسم الجديد. هتقول لي اصابات ومش اصابات، لا ان شاء الله باذن الله الامور تكون افضل، الموسم الجديد يقدر يقدم شكل مغاير تماما عن الموسم الماضي. فانت عندك مجموعه من اللاعبين المميزين جدا واللي هم اصلا من افضل اللاعبين في مصر، طبعا كانوا محتاجين شويه راحه، محتاجين يفصلوا شويه، ينسوا الكوره شويه عشان توحشهم يرجعوا يلعبوا يتالقوا ويتوهجوا بشكل كبير زي ما هو المعتاد يعني على ادائهم ومستواهم يعني. فان شاء الله نتمنى التوفيق خلال مرحله الاعداد الجديده. طيب نروح لخبر اخر، وده من خلال يلا كوره ومصدر قال لهم ان الاهلي يستقر على اقامه معسكرا في هولندا استعدادا للموسم الجديد. يعني الناس قالت لك المانيا وناس قالت لك هولندا وناس قالت لك دول اخرى، من الوارد جدا ان هو يكون في هولندا، لكن دايما هننتظر اعلان الاهلي الرسمي بخصوص المعسكر وموعده، واعتقد هيبقى في اخر 9 يعني في اخر 10 ايام في 9 يبتدي، يعني بدايه من 22/23/9 كده يبتدي معسكر النادي الاهلي لحد اول شهر 10 يعني. فان شاء الله باذن الله برضه يكون معسكر مهم، ولو طبعا معسكر خارجي هيكون شيء مميز عشان مزيد من التركيز والجديه والسريه قبل انطلاق الموسم الجديد الصعب جدا مؤكد يعني. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، وهو من خلال الوطن سبورت، وبيتكلموا على ان في مصدر قال لهم ان الاهلي حسم ملف المدرب الجديد والاعلان خلال الاسبوع الجاري، وقلنا لحضراتكم اعلان خلال ايام ايا كان امتى بقى، لكن اكيد موضوع الحسم ده مش سهل اطلاقا، ان انت تحسب مدرب لازم تكون دارس اسلوب لعبه ودارس شخصيته بشكل كويس، لازم تتفادى ممكن الاخطاء اللي تكون حصلت اثناء اختيار سواريز، رغم انه ممكن يكون مدرب كويس لكن الظروف ما ساعدتوش، لكن في كل الاحوال يعني جاي فتره صعبه فما فيش تاني مساحه للمجازفه، طبعا من اصعب الفترات اللي هيتم فيها اختيار مدرب للنادي الاهلي هي الفتره الحاليه، فمحتاجه شويه هدوء، محتاجه تركيز كبير، ومحتاجه كمان ان انت تكون يعني بتختار صح. التوفيق في الاول وفي الاخر بتاع المولى عز وجل، دي حاجه احنا متفقين عليها طبعا، لكن حته ان انت تختار صح تاخد بالاسباب وتختار صح ازاي. اسهل شيء في الموضوع ان يكون في سي في قوي، ده طبيعي اعتقد يعني الف ب يكون في سي في قوي بعد تجربه سواريز تحديدا يعني. وبالمناسبه انت ممكن تجيب سي في قوي ما ينجحش، هي كره القدم كده، بس تعمل اللي عليك. اكيد جبنا قبل كده مارتن يول سي في جبار ما نجحش مع النادي الاهلي، اخذ الدوري بس مش هو المدرب يعني، رغم ان هو اسم جامد جدا. في اسماء بيسيرو ده من افضل المدربين، جه عندك هنا راح على بورتو البرتغالي، واحد من المدربين المميزين جدا، لكن ما كملش معاك وكان هينجح الراجل ده. فايلر في اسماء جت ونجحت بس الظروف، موسيماني طبعا اسماء جت ونجحت بس الظروف ما ساعدتش ان هم يكملوا مسيرتهم. من ضمن الحاجات المهمه بالنسبه انا بتمناها على المستوى الشخصي بصراحه كواحد من جماهير النادي الاهلي، ان يكون في مدير فني مستقر مع الفرقه شويه، مش عايزين نغير كل سنه مدير فني او كل كام شهر، لا. وصراحه الناس في النادي الاهلي ما لهمش ذنب في الموضوع يعني، جابوا لاسارتي ما كانش كويس، استنوا عليه لغايه اخر الموسم بس خد الدوري وشكرا، بعد يجي فايلر هو اللي قرر انه يمشي، هتعمل ايه؟ حاولت مع الراجل وجددت كمان عقدك معاه، لكن مراته والكورونا وبتاع خلوه يمشي. موسيماني كذلك الضغوط كانت صعبه عليه ما قدرش يستحمل مشي،
فهي حاجات خارجه عن اراده المسؤولين في النادي الاهلي، لكن مهم قوي ان احنا نحاول نشوف مدير فني يكون يعني في السي في بتاعه باين ان هو مدير فني مستقر، ما بيحب ما بيزهقش ما بيغيرش كتير، مش كل سنه في نادي وكلام من ده، عشان الاهلي اسم كبير، نادي كبير محتاج استقرار فني عشان نشوف شكل الفرقه افضل بكتير. اقل حاجه مدير فني لازم يقعد سنتين ثلاثه من وجهه نظر يعني. فان شاء الله يكونوا موفقين باذن الله في الاختيار ده باذن الله واحد احد يعني. طيب تعالوا نروح لخبر اخر من كوره 11 وحسابهم على تويتر. تقارير الاهلي يحسم التعاقد مع ثنائي اجنبي في مركزي الجناح والمهاجم. طيب يعني هم هنا بيحاولوا يجتهدوا في اطار الاجتهادات العديده. الاهلي محتاج مهاجم، طبعا محتاج مهاجم. الاهلي محتاج جناح، طبعا محتاج جناح. حسم ولا ما حسمش هنشوف خلال الايام اللي جايه، هننتظر الاعلان الرسمي من النادي الاهلي من خلال قناه النادي ومن خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي. طيب اليوم السابع حسابهم على تويتر بيتكلموا على ان عمار حمدي يعود للتدريبات الجماعيه في الاهلي بعد 30 يوم. عمار كان جاله اصابه بقطع في الرباط الصليبي في ابو ظبي قبل انطلاق بطوله كاس العالم للانديه بيومين بالظبط، فبالتالي اصابه عطلته شويه، فخلاص في المراحل النهائيه ناقص له شهر ويرجع يشارك في التدريبات الجماعيه باذن الله، وماشي في برنامجه التاهيلي بشكل جيد، واحد من العناصر الجيده ان شاء الله باذن الله يرجع في مستواه يكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. طيب نروح لخبر اخر وده من الوطن سبورت، وهنا بيكشفوا ثلاث مناصب محتمله لوليد سليمان في النادي الاهلي بعد ما اعتزل لعبة كرة القدم بشكل رسمي وبعد مواسم حافلة بالإنجازات والإخلاص والتفاني في يعني تقديم كل ما بجهده للنادي الأهلي. بصراحة واحد من العناصر المهمة جدا. قالوا إن في ثلاث مناصب في الأهلي أمام وليد سليمان، أولها العمل في قناة النادي كمحلل من الوارد، أو العمل ضمن لجنة التخطيط للكرة من الوارد جدا، والخيار الثالث هو العمل مساعدا لسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكره للفريق الاول يعني. برضو دي حاجه مطروحه، لكن خلينا نشوف ايه اللي هيحصل او ايه الاقرب. ومن في اعتقادي الشخصي ممكن يكون الاقرب حته لجنه التخطيط للكره، لان وليد برضو من العناصر المهمه جدا واللي عنده تاريخ كبير، لكن ننتظر ونشوف القرار هيكون امتى، لسه مش دلوقتي بس خلال اسابيع يعني. ده بخصوص ترند الاهلي واهم وابرز الاخبار على السوشيال ميديا. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنوا يلا بينا.